في هذا اليوم الفضيل وهو يوم الجمعة المبارك، الدعاء هو أجمل هدية ممكن أن أقدمها لملكنا الهمام محمد السادس نصره الله. فهذا الدعاء يعني له الكثير ويعني لنا أيضا الكثير للتعبير عن مدى حبنا له وأمنياتنا له بالشفاء العاجل وبقائه معنا بصحة جيدة. لهذا إليكم هنا أشمل أدعية لشفائه إن شاء الله، وأسأل الله العظيم أن ترفعوا معي أيديكم لنطرق أبواب السماء ويستجاب دعاؤنا إن شاء الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عافي مولانا في من عافيت واقض عنه برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمن بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أبعد عنه كل من يريد له السوء، اللهم جنبه الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر له ذنبه وطهر قلبه وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إليك مددت يدي أسألك يا رب العرش العظيم، يا من تعيد للمريض صحته، أسألك أن تشفي صاحب الجلالة شفاء ليس بعده سقما، واحرسه بعينك التي لا تنام، واحفظه بعزك الذي لا يرام. اللهم إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء، اللهم يا منزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، لا تحرمه سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنه مواهبك لسوء ما عنده، ولا تصرف وجهك الكريم عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعنه ولا تعن عليه، وانصره ولا تنصر عليه، واهديه ويسر الهدى إليه، وانصره على من بغى عليه.
رب اجعله لك شكارا لك ذكارا إليك مخبتا أواها منيبا ربي تقبل توبته واغسل حوبته وأجب دعوتنا ودعوته وثبت حجته واهد قلبه وسدد لسانه اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح له خزائن رحمتك اللهم رحمة لا تعذبه بعدها في الدنيا والآخرة اللهم ارزقه لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضار اللهم ظله تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب في هذا اليوم يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي وقلب شعبي اللهم ارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تشفي ملكنا الهمام محمد السادس وتخفف عنه الألم يا رب سبحان الله والحمد لله وأستغفر الله ولا إله إلا الله شفاك الله يا صاحب القلب الكبير ويا صاحب الوجه النضير وصلى الله على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين